هي الثايرويد جلاند اللوكيشن مالتها وين موجودة؟ في الرقبة بشكل فراشة أمام الرقبة، يعني صايرة خلف التريكية. يعني السايز مالتها هي أكبر جلاند إن ذا بودي، أكبر جلاند إن ذا بودي، طبعا بعد الليفر. الليفر أيضا يعتبر جلاند، لكن كإندوكراين جلاند هي راح تكون هي الأكبر. الليفر يكون إكسوكراين. طيب السكريشن راح تفرز لنا هرمونات، راح نقسمها الى اثنين. واحد منهم او هذا القسم الاول هو يسمونه الميتابوليك هرمونز، اللي هم راح نحكي عليهم التي 3 والتي 4. تي 3 وتي 4 هذول ميتابوليك هرمونز. وايضا صنف اخر اللي هم كالسيوم ريجليتنج هرمون، اللي هو الكالسيتونين. كالسيتونين على ما بدنا نحكي على الثايرويد جلاند. راح تقول يا دكتور مو اكو هرمون اخر ينظم الكالسيوم ايضا موجود في منطقه الرقبه؟ راح اقول لك هذا نعم، هذاك يطلع من جلاند اخرى اسمهم بارا ثايرويد جلاندز. اربع هم بارا ثايرويد جلاندز، وراح نشرحهم ان شاء الله في شابتر منفصل. حاليا راح نحكي فقط على الميتابوليك هرمونز بهذا الشابتر. طيب ثايرويد ميتابوليك هرمونز هم تي 3 و تي 4، هاي راح نصلح ان شاء الله تي 3 و تي 4. الفانكشن من اسمهم وتصنيفهم شباب، ميتابوليك يعني يزيدون الميتابوليزم مال الجسم. الانزيمات والانرجي برودكشن والهيت برودكشن تحتاج اكسجين، وبالتالي الاكسجين كونسومشن، استهلاك الاكسجين بخلايا الجسم راح يزداد بهذه الهرمونات. اذا وظيفتهم ستيميليت اوكسجين كونسومشن باي ذا بودي سيلز. اثنين ريجليت ليبيدز اند كاربوهيدرات ميتابوليزم. احنا على مود نولد الطاقه يعني لازم نحرق مواد يعني داخل تفاعلات كيميائيه. المواد اللي تحترق هي راح تكون الفاتي اسيد والكربوهيدرات. ايضا influence body mass and mention. خذها مني قاعدة، الشخص اللي عنده ارتفاع بنشاط الغدة الدرقية يكون ضعيف، واللي عنده انخفاض في نشاط الغدة الدرقية يكون يميل إلى السمنة سمين. وشغلة أخرى، الأطفال راح نشوف إن شاء الله، الأطفال في الحياة الجنينية أو ما بعد الولادة إذا صار عندهم نقص بالثايرويد هرمون حيطلعون متخلفين عقليا، لذلك علاجهم راح يكون ان تحط الثايرويد، وراح نجيها ان شاء الله. اذا انفلوينس يؤثر على بودي ماس الوزن، وايضا المنتيشن يعني المن يعني الذكاء والبرين فانكشن. ناتي الى الثايرويد ديس فانكشنز. لاحظوا وياي ان ذا فيتال اند نيونيتال لايف، في الحياه الجنينيه او الطفوله يعني المهد نيونيتال لايف، ابسنس اوف ابسنس اور اذا اختفت الغده الدرقيه او قل نشاطها او هايبو فانكشن كوز سيفير منتال ريتارديشن اند دوارفزم. لاحظ اذا قصر القامه يصير، ويصير ايضا تخلف عقلي. اما في الادلت لايف في الحياه يعني احنا البالغين، اذا صار هايبو ثايرويدزم انخفاض في نشاط الغده حيصير عندنا منتال اند فيزيكال سلوينج. لذلك بتروح للطبيب وتقول له او يجي يفحص نشاط الغده راح يسالك اسئله، جاي تنسى يعني ذهنك يشرد، ماذا تركز، استيعابك قليل للقراءة والكذا، هذا هو mental slowing يسموه. وأيضا يشيك الوزن، وزنك زاد لو قل فهذا physical activity. إذا mental and physical slowing. Poor resistance to cold. هنا هذول الناس اللي عندهم انخفاض في نشاط الغدة شباب حيكون ما يقدرون يتحملون البرد، يعني الجو اقل جو بارد راح يشوفه يبرد اكثر من الموجودين، يسمونه cold intolerance. اما في احنا الكبار اذا صار بينا hyperthyroidism زياده في نشاط الغده فماذا يحدث؟ body wasting، يبدي الوزن ينزل. طيب nervousness عكس slowing، راح يصير nervousness، راح نكون احنا يعني متحسين كلش متنرفز، زياده في ضربات القلب، تكي كارديا، تريمر، رعشه بالايدين، واكسس هيت برودكشن، فراح نكون احنا ما نقدر نتحمل الجو الحار، اقل حروره مال الجو راح يشوفنا راسا ما نتحمل.
فنقول عليها heat intolerance. Excess heat production هذا يؤدي إلى heat intolerance. طيب دول الهرمونات الميتابوليك ثايرويد ميتابوليك هرمونز شلون ينتجون؟ ينتجون من الثايرويد جلاند. من اللي يحفزهم أو يحفز الثايرويد هرمون على أن تفرز؟ هو TSH thyroid stimulating hormone، واللي بالأصل الغدة تحتاج أو الغدة النخامية على مدى تطلع هذا TSH ايش تحتاج شباب؟ تحتاج هرمون جايها من الهايبوثالاموس اللي اسمه thyroid releasing hormone TRH اللي احكيها. ايضا لا ننسى ان كل هرمون يعني الى يعني يطلع من البيتري جلاند او يعني البيتري او الهايبوثالاموس لازم الى يعني فيدباك كنترول اما بوزيتيف او نيجاتيف. فعندنا نيجاتيف فيدباك كنترول انه التي 4 اللي راح تنتج الغده الدرقيه ثايرويد ممكن يسوي دايركت انهبيشن على الهايبوثالاموس وممكن اندايركت انهبيشن على البيتري جلاند direct or indirect negative feedback. طيب هذا كل ما موجود في هذه الصفحة، نتحول على الصفحة الثانية. هذه هي الثايرويد، لاحظ two lobes بشكل الفراشة. طيب هذه هي الخلايا اللي تفرز الثايروكسين أو الثايرويد هرمون، يسموها الثايروسايت. شو يسموها؟ ثايروسايتس، وراح نرجع عليها ان شاء الله في ايضا في الشرح. لاحظوا وياي هذه الخلايا شلون تكون بهالشكل، بهالشكل قبل لا تكون يعني تبدا عمليه التصنيع. من تريد تبدا تصنع لاحظ شلون تكون تلتف وحول كور، وهذا الكور راح يكون مملوء بما يسمى كولويد. كولويد يعني بروتينات، كولويد بروتينات، تمام. فداخل هذه الكور حيبدا التصنيع مال ثايرويد هرمون اللي هم اثنين راح نشوفهم، واحد اسمه تترا يعني اربعه ايودو 1، لاحظوا 1 ايودين 1 2 3 4 تترا ايودو ثايرونين اللي راح نسميه ان شاء الله كدواء او كهرمون ثايروكسين او تي 4 راح نرمز له. وعندنا الاخر اللي هو ناقص 1 يعني ايودين تراي ايودو ثايرونين تي 3 تي 3. مصدرهم شباب انتبهوا وياي، مصدرهم دول من التايروسين امينو اسيد، تايروسين امينو اسيد، تايروسين امينو اسيد المصدر مالتهم. الستركتشرات ما مطلوبه شباب محمد معتز، تمام. فأنا بس اخلي الستركتشر لسببين. الاول تعرف ان شكلهم شلون، دول مو ستيرويد شباب، مو شكل الستيرويد راح نجيهم ان شاء الله ستيرويدات، دول امين اذا انباوع جايات من التايروسين هذا الجزء، وهذا تايروسين اخر صار بانشطار لهذا الجروب الطويله فصار التحم مع الرنج الثانيه فصار عندي شنو تي 4 بعد اضافه اربعه ايودين. اما هنا فثلاثه ايودين فسميه تراي ايودو. وطبعا خلي بالك التي 3 هو اللي يكون اكتف داخل الخلايا، التي 3 حيكون هو الاكتف داخل الخلايا، اما تي 4 فهو يكون يعني النسبه الاعظم من افراز الغده حيكون من الجلاند. يعني باختصار الجلاند تفرز اكثر شيء تي 4، والتي 4 بالانسجه حيتحول الى تي 3 على مود يكون فعال. نأتي إلى الكيمستري. كيمستري سميناهم تي 4 بأربع أيودين أو أيودايد، أما تي 3 فيكون بثلاثة أيودايد. طيب التي 4 راح نسميه ثايروكسين، والتي 3 راح نسميه تراي أيودو ثايرونين كتسميات. خاف تجيب الأسئلة تسميات، هاي لازم تعرفوا التي 3 تراي أيودو ثايرونين وذاك تترا اربع رباعي، خاف بالاسئله تجي. التي 4 از ذا مين سيكريتد هرمون مثل ما قلنا، لكن التي 3 از ذا بايولوجيكالي اكتف 1. التي 4 معناه يتحول الى تي 3 وين؟ بالبيرفرال تيشوز باي عمليه دي ايودين، نرفع منه ايودين وحده فيتحول الى تي 3. السنتسيس
راح يكون من التيروسين امينو اسيد. هذا فيما يخص الباراجراف الاول. الستيبس الخطوات على مود مثل ما شفت الستراكشر ليش رويتك اياه، يعني يحتاج لنا العمل التصنيع الاتي، يحتاج لنا تايروسين، يحتاج لنا ايودين، ويحتاج لنا انزيمز، ويحتاج لنا مكان نصنع به. فاول خطوه لازم تكون هي ترانسبورت اوف ايودين المن الى داخل هالكولويد الاصفر اللي رويتك اياه من خلال ثايرويد فوليكل اللي تكون هي الفانكشنال يونت. اثنين، ناخذ ايودين مالتنا هذا دخلناه جوا داخل الكولويد ونأكسده، الايودين يتاكسد الى ايودايد، ومن ثم هناك بروتين اللي هو الامينو اسيد تايروسين نسوي له ايودينيشن نضيفه على الامينو اسيد. بعدها اللي صنعناه راح يصير بيه سبليسنج ويصير بيه دخول الى داخل الخلايا الثايرويد. اكو شيء اسمه لازم نعرفه، انه التايروسين اللي راح يجينا ونبدي التصنيع عليه هذا ما يكون جاي حر يمشي يعبر الخليه، هذا جاي محمل شايله بروتين. هذا البروتين اسمه ثايرو جلوبيولين. شبه هو يعني ثايرو جلوبيولين. هذا ثايرو جلوبيولين كستركتشر هو جلايكوبروتين يحتوي على 10% كربوهيدرات ويحتوي 123 تايروسين ريزيديو، اللي من هال 123 فقط 4 الى 8 راح يستخدمهم بعمليه التصنيع. وين تصير العمليه؟ في داخل خلايا الثايرويد يسموها ثايروسايت. وبعدين هذا شلون يصير له سكريشن؟ باي اكسوسايتوس انتو ذا كولويد. شعدنا ايضا نحتاج انزيم اسمه ثايرويد بيروكسيديز. وين موجود؟ موجود على الممبرين مال الثايروسايت. شي يسوي ميدييت اوكسيديشن اند رياكشن اوف ايودين ويا الثايروجلوبولين. طيب دي برودوس ثايرويد هرمون ريمين اللي صنعناه راح يبقى محمل على الثايروجلوبولين حتى الحاجه، وبالتالي هالكولويد اللي موجوده راح تكون كريزرفوار خزان فور ات ليست 2 مانث لمده شهرين. هسه راح اشرح لك اياها كلها يا شباب. When needed لما نحتاج هرمون the colloid is internalized by the endocytosis into the thyroid thyroidite and the hormone released by the lysosomal cleavage. خلي نروح نتحول الى البينت واشرح لك اياها. خلي نرسم هاي الدائره ونخلي الداخل مالها بلون تمام، نخلي الداخل على مود تكون نفس الوضعيه، نخلي الداخل مالها بلون اصفر. هاي الدائره سمي راح نسمي هاي الدائره ثايرويد، ثايرويد فوليكل. خل اكتب لك اياها ثايرويد فوليكل. منين متالفه الثايرويد فوليكل؟ الثايرويد فوليكل من متالفه من خلايا اسمها الثايروسايتس. هاي الثايروسايتس خل راح نرسمها اللي عفو اللي خلص دائرة ثانية أو لا أقلك بالقلم شو أطبخ. طيب هاي خلايا عبارة عن خلايا ثايرويسايتس تمام، هذه متوجهة كلها باتجاه كور جوف. هذا الجوف مملوء ببروتين، راح مملوء ببروتين، هذا البروتين يتم داخله عملية التصنيع. شو نسمي هذا البروتين الأصفر شباب؟ سميناه كولويد الجوف، كولويد هذا حنكتب عليه هنا كولويد. طيب بروتينات يجينا على مود يصير عملية التصنيع، اول شيء لازم ندخل ايودين من الدم باتجاه الكولويد. اذا راح نجيب ايودين العملية تحتاج من عندنا مضخة هنا موجودة ومضخة هنا موجودة، راح نشوف طبعا بالكتاب يشرحها بعدين بالمصدر. صوديوم ايودايد كوترانسبورت تمام، ان اي بامب مضخة العفو ان اي اي صوديوم ايودايد بامب، وعندنا مضخة اخرى هنا اسمها بندرين. بندرين
هذول مضخات اثنين موجودات يضخن الايودين بشكل اي 2 شباب، اي 2 لا ننسى اي 2 يايودين. الان صار الايودين هنا اي 2، وعدي راح يجيني بالضبط شلون نتخيلها مثل السعفه. هذا جلايكوبروتين، اللي ارسم لك اياه البلون مغاير. هذا هنا أنا تايروسين، هنا تايروسين، هنا تايروسين، هنا تايروسين، تمام. 123 مولكيول، تمام. هذا وين راح يكون؟ هذا الاحمر اسمه جلوبولين، ولانه مرتبط به هل الامينو اسيد تايروسين راح نسميه الثايروجلوبولين. هذا وين راح يكون موجود؟ هذا يفرز من الخلايا الثايروسايت الى داخل اها اللي هنا يا حجي يدخل. تمام، دخل للداخل. الان نريد نضيف اليود، راح نرسم بس التايروسين اللي هو واحد من عندهم. راح ناخذ هذا الاخضر نكبره شباب، حناخذ الاخضر هذا نكبره شباب. راح نشوف وياي هذا التايروسين، وهاي طبعا سلسله هنا بعدين راح نشوفها. راح نجي نضيف اليود وين؟ على هاي المكانات، هنا واحد ونضيف، ممكن نضيف هنا. العمليه تحتاج اول شيء الايودين اكي اي 2 ما يدخل شباب، اي 2 نفسه ما يدخل، لازم نحوله المن الى اي، تمام. يعني هذا الاوكسيدايز، يعني هذا ما يصير، لازم يتحول الى اي. يحتاج له انزيم، هذا الانزيم راح نسميه بيروكسيديز. وين موجود؟ موجود في القمه هنا، هنا هنا موجود في الممبرين مال هاي الثايرويسايت، شو اسمه؟ بيروكسيديز، بيروكسيديز. هاي لازم نحفظها عندنا الانزيم، زين راح نشوف تاثيرات التي اس اتش شو راح تكون. اذا اول شيء اكسدنا الايودين الى ايودايت، ومن ثم طالما موجود التايروسين قبل راح يجي يشيت، مثل ما نقول يشيت اليود على هذا الموقع ويصير مونو ايودو تايروسين احادي، مونو ايودو تايروسين صار. والاخرى ممكن نفس هذا يجي وين؟ يجي يرتبط باثنين، هذا واحد ممكن يجي يرتبط هنا ايودين، فش راح نسميه؟ ما يتفاعل كيميائيا، ما يتفاعل. يعني ارجع للكيمياء شباب، عيني زينب، ارجع للكيمياء شوف انه الاي 2 يعتبر انرت خامل، لازم يكون اوكسيدايز ايون، تمام. فاذا اجى وين صار؟ لا ننسى احنا عندنا طبعا هنا او اتش، او اتش هنا عندنا شباب هذا كجروب، لان تايروسين بي او اتش نهايته او، تمام عيني، او اتش او. فصار عندني اما مونو ايودو تايروسين او داي ايودو تايروسين، تمام. الان اما اللي راح يصير البوسيبلت الاحتمالات، لاحظوا وياي هذول وين شباب؟ لا ننسى ذولي بعدهم محملين على الثيروغلوبولين، ما طالعين، نعم، من خلايا التايروس. الانزيم موجود في الممبرن، بالفيلاي مال الممبرن مال الخلايا الثايروسايتس،
ينفرز الى داخل اللون الاصفر اللي هو يسميه الكولويد. طيب الان عندي شنو صار؟ عندي التيروسين، سوينا ادينيشن مره واحده صار مونو، اذا خلينا اثنين صار داي، واثنيناتهم بعدهم على الثايروغلوبولين، هذا خلي اسمي لك اياه لان خاف نسيت اسمه، اسمه هاي الشجره ثايرو جلوبيولين، يعني بروتين. تمام عيني؟ ثايرو جلوبيولين هذا. فيبقون محملين على على الثر. الان اللي راح يصير ذول الثنين المونو والدايم ممكن يرتبطون مع بعض، ممكن يرتبطون مع بعض، لاحظوا وياي. ممكن هذا يرتبط مع ممكن يرتبط هنا وبالتالي صار عندي ما يسمى ثلاثي، لاحظوا يا انتبه، المونو ويا الداي ارتبط فصار تراي بالضبط. اما اذا ارتبطوا اثنين من الداي فيكون تترا، اذا ارتبطوا اثنين من الداي فيكون تترا، وبالتالي يطلع انه، ولا ننسى ذولا مدى العفو، لا ننسى ان ذول الاثنين اثنيناتهم يبقون لازقين مثل ما نقول احنا بالثايروغلوبيولين، وبالتالي راح يكون هذا الثايروغلوبيولين داخل الكولويد بشكل خزان. طيب من تريد الخليه تفرز الهرمون ايش راح تسوي؟ حسب ما يقول النص، يقول ان الثايروغلوبيولين يدخل الى داخل الخلايا ويصير بي هايدروليسيس، يعني هاي التشين تنفصل ويطلع يصير إفراز للهرمون خارج الخلية. تمام؟ فإذا الخطوة الأولى هي ضخ الأيودين، الخطوة الثانية هي أكسدة الأيودين إلى أيودايد، الخطوة الرابعة هي أيودينيشن أوف تايروسين، والخطوة الخامسة هي يعني سحب الثايروغلوبولين إلى داخل الخلايا، يعني إندوسايتوسيس، وبالتالي افراز التي 4 اللي راح يطلع حسب ما شفنا بالنص المين سكريشن، اكثر واحد نسبته يتكون اللي هو يشكل تقريبا 97% من الافراز هو التي 4، اما تي 3 عفوا تي 4، اما تي 3 3% راح يكون هو تي 3. لكن لو نجي على الاكتيفيتي داخل الخلايا انسايد بودي سيلز راح يكون از من هو راح يكون تي 3، بما معنى انه بداخل هاي الانسجه انه تي 4 زين حيتحول الى تي 3 بعمليه ازاله ايودين دي ايودينيشن. وضحت؟ ان شاء الله وضحت. سجلناها يا ابوي علي خالد، سجلناها. هاي فيما يخص عملية التصنيع، وراح نشوف ان شاء الله انه هاي العمليات بدءا من عندنا، خلينا ناخذ لنا لون بنفسجي، نعم. هاي العمليات بدءا من هل بامب مال ايودين، وهل بيروكسيسايد اكتيفيشن، وهل اندوسايتوسيس، هذولي كلهم بيش يتحفزون شباب؟ يا هرمون TSH. واضح شباب؟ إذا ذولا are stimulated by TSH. طيب نرجع للمحاضرة.
اشيك الجو كل ساعة، لان لا تروح طيب. اذا شباب هاي صفحه انه الثايرويد ميتابوليك هرمون هم تي 43، الستيبس ترانسبورت الايودين، ايودين اوكسيديشن، تيروسين ايودينيشن، واندوسايت الثايرويد، ثايروجلوبين ثايرويد هرمون، هذا اللي كان الشجره، وبعدين كليفج. ثايروجلوبين ستراكشر هو عباره عن جلايكوبروتين يحتوي 10% كربوهيدرات باي ويت، ويحتوي 123 تيروسين، 4 الى 8 يستخدمون عمليه السنتسيز. التصنيع يكون يتم داخل الثايروسايت، يعني داخل، يعني هو الثايروجلوبين نفسه يصنع داخل الثايروسايت، يعني ينطلق بالاكسوسايتوسيس للكولويد، يعني يدخل الى شو اسمه الصفرة هاي مثل ما نقول. نجي على الثايرويد بيروكسيديز، شنو هم ذولا؟ هو عباره عن ممبرين باوند انزيمز ان ذا ابيكال ممبرين اوف الثايروسايت، وبالتالي يسوون اوكسيديشن للايودين ويسرعون عمليه تفاعل الايودين ويا الثايروجلوبين. The production the thyroid hormone بعد ما يصنع ويكمل التي فوق التي 3 والتي 4 يكون اتاتش او ريمين بارت اوف ذا جلوبولين ثيروجلوبولين الى ان نحتاجهم، وهذا يشكل لنا خزان تقريبا لمده شهرين. لما نحتاج الكولويد هذا راح تبتلع الخليه الى داخل، وبالتالي تحطم لي هاللينكج الارتباط بين التي 4 او التي 3 مع ثيروجلوبولين، وتطلع لي وتسوي لها ريليز. لذلك احنا من نشوف على هذه، ارجعك لي، شفت هاي الدروبليت الصفراء، هاي الصفراء، هذا هو لما تسحبه الخلايا من الكولويد وتدخله الى داخل، هذا عباره عن كولويد ابتلعته الخلايا اللي يحتوي داخله شنو؟ التي 3 والتي 4 اللي متشلب بالثيروجلوبولين. هنا يصير باللايسوسومال كليفج ويطلع لي الهرمون. شوف وياي هذه الصورة، هذه هي الخلايا، هذا هو المبخل للأيودين، أيودين صوديوم كو ترانسبورت، وهذا هو البندرين الأزرق. هنا داخل الكولويد تصير عملية الأوكسيديشن للأيودين، وشوف يتحول إلى I ماينس، وبالتالي يدخل إلى داخل الخلايا. ناتي الى الثايرويد بيروكسيديز. الثايرويد بيروكسيديز involved in the iodination and coupling of iodinated tyrosine residue. يعني هنا يقول اول موجبنا المونو ايودا تايروسين والدي ايودا تايروسين، ذول اذا نربطهم عمليه تسمى coupling، تمام؟ اذا الانزيم هو نفسه مسؤول عن الايودينيشن، اضافه الايودين، وهو مسؤول عن عمليه الكابلينج. السينثيتيك ثايرويد هرمون برودكشن، فيرست ستيب از ذا ايودينيشن اوف تايروسين تو جيف مونو ايودا تايروسين، الثانيه انه نضيف ايودين ثانيه ويطلع داي ايودا تايروسين. واكو هناك احتمالين، اما الداي ايودا تايروسين اثنينهم يرتبطون مع بعض يعطي تي 4، او وحده داي وحده مونو يعطي تي 3 حسب ما حكينا. اكو شيء اسمه يطلع ما يسمى ريفيرس تي 3، ريفيرس تي 3 احفظها، هذا ريفيرس تي 3 او يسمونه ار تي 3، هذا كميته تكون كلش قليله اللي تنتج. لو جينا على ما تنتج الثايرويد فوليكل راح يكون 35% هنا نحكي على الانتاج وليس الاخراج، اللي يطلع من الثايرويد، اللي يطلع من الثايرويد 97% تي 4 و3% تي 3، اما داخل الفوليكل مو تنتج عندنا مواد تي 3 وتي 4 ومونو وداي، اريد نشوف ايش قد نسبهم. فتي 4 حيكون 35%، تي 3 7%، والمونو راح يكون 3، والداي حيكون 33 كارقام، احفظهم لاني خاف تجيب الام سي كيو. نجي على السكريشن ريت. شوف وياي لما قلت لك انه النسبه الاعظم من التي 4 من الافراز يكون تي 4، لاحظ الافراز الغده يوميا حيكون 80 مايكروغرام تي 4، و4% فقط شنو تي 3.
اما الريفيرس فحيكون 2%. الارقام مطلوبه، نعم يجيبوها مطلوبه. اما الريفيرس فيكون 2 مايكرو جرام بير داي. لاحظوا وياي، لا الداي ايودوتيروسين ولا المونو ايودوتيروسين ينفرزون اصلا، ولا ما ينفرزون. اللي يبقون ذولا ار دي ايودينيتد، يزال من عندهم الايودين باي ايودوتيروسين دي ايونيز، ويبقون يتحضرون الى عمليه يعني تصنيع جديده، يعني يتحولون الى يرجعون تيروسين ويدخلون الثيروغلوبولين ويبدون عمليه تصنيع جديده. هنا واضح. هذا الشارت هم طالبيه. لاحظ انه اذا نرجع ال 80% تي 4، 4% تي 3، و2% ار تي. 2% 80% 4% او 4 مايكرو، سوري 80 مايكرو. لاحظ ان التي 4 عنده احتمالين يتحول الى تي 3 او ريفرس داخل الانسجه. كم ميتابوليزم اكسكريشن اللي ينطرح هو تي 4، ليش مو تي 3؟ لان التي 3 صار داخل الخلايا، صار داخل الخلايا، فيبدي هناك الشغل مالته ويتكسر داخل الخلايا. اما تي 4 اللي موجود بالدم من سبت العظام فحيكون يصير بي كونجوجيشن داخل الليفر، وراح نحكي عليه ان شاء الله. شفت وياي التي 4 يعني لارج موليكيول، تحتاج من تنتقل داخل البلازما الى كارير. هذا الكارير راح نسميه ثايروكسين بايندينج جلوبولين، تي بي جي. تي بي جي، وايضا ممكن يرتبط بالالبومين، يمكن يرتبط بالالبومين او البري البومين. سجاد سليم، لا من هسه ضجت، عندك شو نروح. نجي على البلازما ليفل، اذا نقيس تي 4 راح نشوفه 8 مايكرو جرام، والتي 3 راح يكون 0.1 مايكرو جرام. طيب سولوبيليتي، بوث ار ليبوفيليك، لا يذوبون في الماء. ان بلازما، ان بلازما حيكون التي 4 موجود اما بشكل فري فورم اللي هو يكون هو الاكتيف فورم، او يكون مرتبط بالبلازما بروتين اللي هو يسمونه ثايروكسين بايندينج جلوبولين. ذا باوند فورم اكيد راح يشتغل كخزان مثل ما حكينا بكل المحاضرات. وثايرويد جلاند اد ا فري فورم اوف ذا تو ذا سيركيليشن. فري هرمون از بيولوجيكال اكتيف اند اكزيرت انهبيتوري فيدباك اون بيتري تي 4 او تي اس اس. هذه معناها شو يقول شباب؟ خليني اوضح لك اياه. طيب لاحظوا وياي، قلت لك ان الافراز يكون الاكبر للتي 4، لذلك اكيد تركيزه حيكون هو على الثمانية. الافراز الاقل للتي 3 فيكون اكيد تركيزه بالبلازما هو الاقل منهم، يكون 0.1. شنو خواصهم الكيميائيه شباب؟ ذولي ليبوفيليك، اثنينهم يذوبون بالمي، وعليه يجب ان يرتبطون ببلازما بروتين. شو اسمه هذا البلازما بروتين؟ اما يكون البومين او بري البومين او ثايرويد او ثايروكسين بايندينج جلوبولين. وبالتالي شو يكون عندي دائما؟ باوند زائد فري. اكيد مواصفات الفري تكون هي الاكتيف فورم، يعني هو الاكتيف، اما الباوند فيكون خزان. هاي ما حد شي حاكيها من زمان. لكن اللي يصير انتبه علي، دائما عندي تركيز ثابت اللي هو 4-8 مايكرو جرام بير ديسيليتر. الجسم من يحتاج هرمون الثايرويد جلاند راح تضيف تفرز اضافي اللي هو تي 3 اند تي 4،
ذول ايش حيكونون؟ ينضافون على الفري، بحيث هذا يكون متشبع، متشبع فيكون ضمن الثري، وهو هذا اللي راح يعطينا الاكتيفيتي. ذلك العباره تقول فري هرمون از بايولوجيكال اكتيف اند اكزيرت ان انهبيتوري فيدباك اون ذا تي اس اتش. The thyroid gland add ضيف the free form to the circulation. لا تسجل المحاضرة حبايب. الثيروكسين binding globulin عنده smallest capacity من الالبومين والبري البومين، لكن most of the T4 اغلب T4 يرتبطون ب، اغلب التي 4 يرتبطون ب. التي ثايرويد بايند جلوبولين عنده هاير افينيتي تي 4 تقريبا عمره 5 ايام. يعني كل ثايرويد بايند جلوبولين ينتج الليفر وشايل شايل ثايروكسين عمره 5 ايام باليوم، يعني 5 ايام سوري بالسيركوليشن. البلازما بروتين بايندينج، اذا نشوف على البروتينات ناخذ الالبومين والبري البومين والجلوبولين كلهم نجمعهم نقول ذولا بلازما بروتين، ايش قد يربطون تي 4 من السيركوليشن؟ 99.98 يعني تقريبا ايش قد الفري؟ 0.02 فري، 0.02% هو الفري. لذلك يا شباب انا قلت لكم دائما من واحد ياخذ ثايروكسين يجب ان ينتبه الى شنو ادويه تاخذ وياه، لانه اقل ارتباط هاي الادويه يسوي ديسبليسمنت، تزيل الثايروكسين من البلازما بروتين وتعطيك لارجر افكت. اليورين كونستريشن فيري ليتل، هنا بنشوف نقول هذا اليورين كونستريشن فيري ليتل معناه انه هذا الهرمون التي 4 از ميتابولايز باي ليفر، يعني conjugation، يعني conjugation. تي 1 شو اسمه، تي 1 على 2 يسمى، احنا نسميه هالف لايف، هذا رمز للهالف لايف، يعني ايش قد عمره بالبلازما شباب. اذكر بس الشباب اللي قلنا ما معنى الهاف لايف شباب، اكيد كل حاضر محاضره حكيناها. الهاف لايف اسمه هاف لايف تمام، راح نرمز له تي، دائما تي 1 على 2 هذا بالفيزياوي وغيرها يستخدمون هذا الرمز. هذا معناه عمر بالعربي عمر النصف، مو نصف العمر، عمر النصف. يعني اذا انت عندك 4 بالثايروكسين على سبيل المثال، الثمانية مايكروغرام بير ديسيليتر، ايش وقت تصير 4 مايكروغرام بير ديسيليتر؟ ايش وقت اذا قلنا بعد يعني 5 days، اذا بعد 2 hours، هذا هو معناه الهاف لايف. ورا ايش قد يصير ينزل التركيز الى النصف؟ لا ليس نصف لا يفقد نصف فعاليته يا حبايب، ستفرح عيني، يفقد نصف تركيزه. يعني التركيز كان 8 مايكروغرام بير ديسيليتر، ورا ايش قد يصير نصف التركيز معناه هذا. ليش ما نقول يفقد فعاليته؟ لا، احتمال يبقى فعال بهذه الاربعه، احتمال يبقى فعال، ليش نقول تقل تراكيز؟ هذا بعدين عندنا مفهوم اخر نشوفه. طيب هسه انا ما جبت طاري الاربعه، منين تجيبوها 4 ايام؟ 4 ايام هذا عمر الالبومين والبري البومين والثايرويد بايند جلوبين لحد الان، تمام عيني؟ طيب ناتي الى اذا البلازما بروتين مايدنج مالت يكون هذا الرقم ينحفظ 99.98%، 99.98%، يعني 0.02 بس هو الفري،
وهذا اللي يعطيك البيولوجيكال اكتيفيتي، اما الباقي هذا فيكون كخزان. هذا الجدول ايضا amount of circulating hormone bound، لاحظ وياه عندني الثايروكسين بايندينج جلوبيلين تركيزه 2 ملغ بير ديسيليتر، ويربط لي ال 87% يكون مرتبط ب ال T4 و46% ال T3. الثايروكسين بايندينج بري البومين يربط 20% T4 1% T3، اما الالبومين يربط 13 هذا 53. دول يشكلون تقريبا عدد ال، لاحظ الالبومين هو النسبة الاكبر موجود، لكن الافينيتي مالت ال تي بي جي للتي 4 هو تكون اعلى من الالبومين. ناتي الى الميتابوليزم، يعني ما هو مصير، نعم الهالف لايف محدد لكل هرمون او لكل دواء يختلف من واحد الى اخر. راح نجي الان نشوف ميتابوليزم، ما هو مصير التي 4 بعد ما نزل للسيركوليشن. الجدول حفظ الارقام، نعم الميتابوليك باث واي ماذا يحدث للتي 4؟ التي 4 بما انه بي ايودين فراح يصير له ميتابوليزم، ان نزيل وحده من الايودين مالته نحول الى تي 3، دي ايودينيشن انتو تي 3، هذا يسمونه كاتابوليزم. يعني هم انا كمدخل اللي نتخلص من عنده، وايضا مدخل اخر الاكتيفيشن، نعم خزان مو اكتف، تمام. فاذا احنا نتخلص من التي 4 جسم راح يسوي شغلتين، يزيل الايودين، وبازاله الوحده من الايودين هو سوى الاكتيفيشن. وراح نشوف انه هل ازاله الايودين ايضا هي مدخل لعمليه التخلص منه من خلال الليفر. السايت اوف ميتابوليزم، هاي العمليه تتم بالليفر والكدني والاذر تيشوز. الميتابوليزم اوف تي 4 ثلثه حيتحول الى تي 3، ثلث تي 4 حيتحول لتي 3، وتقريبا ال 45% من عنده يتحول الى ريفرس تي 3. التي 3 سبلاي، خلصنا من تي 4 رجع تي 4، تي 3 سبلاي خلصنا من تي 4. التي 3 سبلاي اللي يعني يقصد انه تي 3 بالسيركوليشن منين جاي 13% يعني جاي كافراز من الثايرويد جلاند، و87% هو جاي من التحول من التي 4. انتبه وياي، انتبه وياي هنا. التي 4 اذا يحكي على التي 4، التي 4 على مود الجسم يتخلص منه، فراح يحول اول شيء الى تي 3. هم انا سوى له اكتيفيشن، وهم انا التي 3 هذا بعدين حيرتبط ويا الجلوكوز واكسكريتد باي بايل، يعني كمدخل المن للاخراج التخلص من عنده. طيب يجي على التي 3، تركيز التي 3 هذا اللي حكيناه بالبلازما قبل شويه، التركيز ماله منين جاي؟ التي 3 جاي اما افراز من الثايرويد نفسه، اللي قلنا الثايرويد تفرز 3% كبدايه، 3% سكريشن، وش قلنا 97% شنو؟ تي 4. هذا اول مصدر. المصدر الثاني شنو هو للتي 3؟ از ذا conversion of T4 into T3، هذا المصدر الثاني. من نجي نحسب التركيز مالت ال T3 نشوف انه 87% جاي من تحول ال T4 الى T3، و 13% هو جايبته الغدة الدرقية. طيب
خلصنا هذا الفصل او الشابتر البارت الاول، انا مسويها بارتين على مود تسهل علينا العمليه مالت الشرح. الان راح نبلش بالبارت الثاني، بس خلوني اطفي التسجيل خاطر شنو اقدر اسيطر على يعني افتح تسجيل ثاني. ناخذ ريست شويه 5 دقائق ونرجع. السلام عليكم. نرجع إلى البارت الثاني من محاضرة الثايرويد جلاند. مشكلة هذا الشكل. استوعب شباب انه لما تستخدم القلم راح يشكل طيب. نأتي إلى regulation of the thyroid secretion. طيب الثايرويد secretion اتذكر احنا عندنا حكينا بالبيتري جلاند وقلنا تفرز هرمون اسمه تي اس اتش. هذا التي اس اتش حيجي من البيتري جلاند، فاذا عندي بيتيوتري جلاند حتفرز لي التي اس اتش. هذا التي اس اتش هو اللي راح يسوي ريجيليشن للثايرويد فانكشن، واكيد البيتير جلاند راح يجيها اعاز من الهايبوثالاموس بافراز هرمون اسمه تي ار اتش. تي ار اتش ثايرويد ريليزنج هرمون. ممكن ما حد يشخبط مني يا شباب. تمام. فاذا التي 4 والتي 3 ذولي من يعني يزدادون تركيزهم، من يزدادون تركيزهم من ال من يزداد تركيزهم بالدم، فراح يسوون نيجاتيف فيدباك على اليمن، نيجاتيف فيدباك على اليمن على البيتوتري جلاند اللي هي بها خلايا اسمها ثايروتروبس، وبالتالي حيقل تركيز هالهرمونات داخل الجسم. احنا دائما عندنا نيجاتيف فيدباك انهبيشن للهرمون كليفل او كاتز فانكشن، يعني الجروث هرمون على سبيل المثال من تبدا العظام تنمو والانسجه يعني توصل الى مستوى طبيعي راح يصير له انهبيشن. ليش؟ فعل الانزيم سوى نيجاتيف فيدباك انهبيشن. طيب اما تي 4 والتي 3 فالليفل المستوى مال التي 4 نفسه من يزداد بالسيركوليشن حيعطيني نيجاتيف فيدباك انهبيشن. التي 3 برودكشن in pituitary gland cells enhance T4 negative feedback inhibition. يعني الخلية من تنتج مور T3 أيضا هذا راح يسوي يزيد من يعني قوة T4 على مود يسوي feedback inhibition. يعني بما معنى ليست T4 واحدة، لكن T4 زائد T3 اثنيناتهم حيسوون negative feedback inhibition. نجي هسه على الريموفال اوف بيتر جلاند. اذا شلنا البيتر جلاند عمليه جراحيه الواحد صعب ضرر او كذا، بس راح نزيل البيتر جلاند او نسوي تجربه، دس ماذا يحدث للثايرويد جلاند؟ الثايرويد جلاند بهالحاله راح يصير بها ضمور اتروفي. ليش؟ معناه شباب معناه التي اس اتش مسؤول عن نمو الثايرويد جلاند.
اذا سوينا ريموفال للبيتوتري، الغده الدخانيه، شباب شو يصير بالثايرويد، بالغده الدرقيه؟ يصير بها ضمور. لماذا؟ لانه التي اس اتش انفقد من البيتري جلاند، معناه انه التي اس اتش هو مسؤول عن نمو البيتري جلاند. الضمور هو يعني تراجع بالحجم مال الغده، تراجع بحجم الغده يسموه اتروفي. طيب اذا سوينا الهيتش ناس، سوينا لهم انجكشن للتي اس اتش، ماذا يحدث؟ ترجع الغده الدرقيه ستيميليتد، الوظيفه مالها تبدي تشتغل. within few minutes، باقل من دقائق، اقل من دقائق راح يبدي انكريز بالايودين بايندينج، انكريز تي 3 تي 4 مونو والداي سينثيسيس، وانكريز ثايروغلوبين سكريشن انتو ذا كولويد، وايضا الكولويد اندوسايتوسيس. معناها هاي الخطوات اللي حكيناها من قبل شويه بعمليه تصنيع التي 4 راح تبدي تزداد. هاي بعد دقائق، بعد ساعات، بعد ساعات يبدي البلاد فلو للمنطقه يزداد، وايضا تزداد الجلاند ويت، وزنها يبدي يزداد، معناها صار بها شنو، رجعت الى السايز مالتها. اذا انطينا دوزات اعلى ممكن يصير بها هايبر تروفي، وهذا ما يحدث بالجويتار. اذا برولونج ستيميليشن يؤدي الى ما يسمى بالجويتار. شباب اللي اريد اقوله، خاف يجي سؤال على هذا، ماذا يحدث بعد التي اس انجكشن المن لشخص صاير عنده اتروفي؟ اتروفي معناه الغده الدرقيه صار بها نزول بالسايز. ليش صار بها نزول بالسايز؟ معناه انه الفوليكل اللي بها قلت. قلت ليش قلت؟ لانه التي اس اتش ما موجود، ما موجود. فاذا اذا ضفنا التي اس اتش، سوينا انجكشن لذول الناس، حتبدي الغده وزنها يزداد شوي شوي. شنو اللي صار؟ صار انه بعد دقائق صار ايودينيشن، وصار سينثيسيس للثايرويد، وايضا سكريشن للثايروغلوبيلين. بعد ساعات حتى البلد فلو مالتها يزداد والوزن مالها يزداد. فاذا انطينا دوزات عاليه واستمرينا باعطاء التي اس اتش بهيج حاله، الجويتر راح يصير بيها شنو؟ العفو، الثايرويد يصير بيها جويتر، يعني اللارج بالجلاند سايز. مكتوب حبيبي ايوب، جويتر مكتوب بين قوسين انلارج جلاند، السايز مالها راح يكبر وتظهر حتى نفخه بالركبه. عندنا هذا الكلينيكال بوكس يقول ريديوس ثايرويد فانكشن. اكو سندروم، اكو حالتين يصير بال عفوا يعني اذا قلت الوظيفه مال الثايرويد وانخفض مستوى افرازه للثايرويد هرمون، تصير حاله مرضيه اسمها هايبوثايرويدزم. Hypothyroidism. The syndrome of adult hypothyroidism generally called myxedema. تسمى ميكزيديما. على الرغم انه هذا يعني المصطلح الميكزيديما دائما يستخدمون السكين تشينج اللي ترافق هذا السيمتومز، سكين تشينج، تغيرات بالجلد. Hypothyroidism may be end result، يكون ناتج نهائي لكثير من الامراض بالثايرويد جلاند، او قد يكون فشيء ثانوي المن لمرض بالغده النخاميه الهايبوثايرويد جلاند او الهايبوثالاموس. In the last two tier conditions، اذا المشكله بالبيتري او بالهايبوثالاموس، the thyroid remain able to respond to TSH. تبقى الخليه شنو؟ تستجيب لل TSH. اذا انطيناه قصدي من برا. اما اذا كانت المشكله بالثايرويد نفسها، فحتى لو انطينا التي اس اتش انجكشن ما راح يكون هناك فائده، لان الغده نفسها عطلانه. لاحظ وياي، وين دايتري ايودين انتيك فول، اذا ماكو عندنا يود بالاكل، اذا نزل تحت ال 50 مايكروغرام بير داي، الثايرويد هرمون سينثيسيس از ان ادكويت، راح يكون قليل، والسكريشن ديكلاين. كنتيجة لهذا أكيد راح يرتفع عندنا مستوى الـ TSH، وتبدأ الغدة يصير بها هايبرتروفي، تتضخم، producing ما يسمى جويتر. شنو سبب الجويتر؟ هو أيودين ديفيشنسي. دكتور ليش تتضخم الغدة بعد ما نسحب منها الفحص؟ ايش تسحب حبيبي على الوعي؟
طيب هنا يقول such endemic goiter have been substantially reduced by the practice of adding iodine to table salt. يقول هنا صارت حالات في أمريكا والكندا السنين القديمة كان نقص باليود بالأكل، وبالتالي صار ما يسمى endemic، يعني في شيء وبائي الجويتر، وعالجوه بإعطاء اليود بملح الطعام. أكو أدوية drugs may also inhibit thyroid function. أكو أدوية ممكن تقلل من شغل الثايرويد. شلون يسوون هذا؟ ينترفير، يدخلون مع الأيودين ترابينج، مع الضخ الأيودين إلى داخل الخلايا. Or by blocking the organic binding of iodine، يمنعون إضافة الأيودين إلى التيروسين. في كلتا الحالتين الـ TSH secretion is stimulated، طبعا لأنه قل إنتاج الثيروكسين، فيبقى يعني secretion يبقى يصعد by the decline in the circulating thyroxine hormone and the goiter is produced. اللي يريد يقول النص هنا أن الجويتر ممكن تصير كسايد إفكت لبعض الدرج. يا بنفتح السهم، ربعنا من هناك يستخدمون السهم، مؤشر لك اياه يا حبيبي، راح امرنا الله. لاحظ وياي هنا يقول اذا الاكل ما بيود او نزل مستوى الى 50، اقل من 50 مايكرو جرام باليوم، هنا انتاج الثايروكسين راح يكون قليل، وبالتالي حيصعد عندي تي اس اتش وتطلع ان حاله اسمها جويتر. هذه قبل كانت صارت في الولايات المتحده وكندا، سموها انديميك جويتر لانه كان الاكل مالهم قليل اليود. شلون عالجوا؟ باعطاء اليود بالاكل. مو بس هاي، اكو ادويه ممكن ايضا تسبب لي هالانتفاخ بالغده. شو تسوي هاي الادويه؟ تسوي الجويتر، اما تتداخل مع الترابينج ضخ الايودين الى داخل الخلايا، او تتداخل مع اضافه اليود الى التايروسين. بكلتا الحالتين حيقل افراز الثايرويد هرمون ويصعد افراز التي اس اتش وتبدي الغده اللارج تتضخم. بالعكس يقول اكو بعض الادويه paradoxically another substance that inhibits thyroid function under certain condition is iodide itself. اليود نفسه اذا زاد عن مستواه ممكن ايضا يؤدينا الى شنو؟ قله انهبيت ثايرويد فانكشن. في بعض الاحيان لما يزيلون الغده الدرقيه ينطون يود على مود يسوي تصلب بالغده نفسها، خاطر من يقطع الطبيب اللي يضرب له شريان اخر او عصب، تكون الغده صلبه امامه مو لينه. النورمال انديفيدجوالز في بعض يعني الحالات الناس الطبيعيه، دوزز العاليه من الايودين اكت دايركتلي اون ذا ثايرويد تو برودوس ا مايلد اور ترانسيت انهبيشن للاورجانيك بايندينج اوف ايودين اند هينس هرمون سينثيسيس، راح تقلل من افراز اليود نفسه، يقلل من افراز الثايروكسين هرمون اللي ما يسموها وولف تشاكوف افكت. طيب نحكي على ناخذ غير لون. In completely athyrotic adult، الناس اللي عندهم انخفاض بالغده، ماكو نشاط اصلا للغده. Completely athyrotic adult، البيزل ميتابوليك ريت بي ام ار عالي، ما اريده هذا، ايه لا تحفظه. البيزل ميتابوليك ريت يقل decrease to about 40%، هذا الرقم ينحفظ. الناس اللي عندهم لاك نقص بالهرمون قد ينخفض الميتابوليزم مال الجسم الى 40%. شو يصير؟ الهير از كورس، راح يكون الشعر خشن، السكين يكون دراي جاف، ويكون عنده صفار يسموه كاروتينيميا. الكارت يعني الجزر، ايميا كانه اصفرار بالدم، كاروتينيميا اللي ينعكس على الجلد طبعا.
الكولد از بورلي توليريتد، يبدي هنا ما يتحسس للحراره. والمنتيشن الذكاء والادراك وغير از سلو. الميموري تكون الذاكره تكون بور، ويكون سيفير mental symptoms، ما يسمى ميكزديما مادنس، كأنه غباء أو جنون أو كذا نتيجة لنقص الهرمون. بلازما كوليسترول is elevated لأن الميتابوليزم قليل، فالكوليسترول يرتفع بالدم. الشيلدرن الأطفال اللي هم يكونون هايبوثايرويد عندهم قلة بالثايرويد هرمون من الولادة، from birth أو before أو بالحياة الجنينية، are called كريتنز، أقزام كريتنز. تمام. فإذا بسبب السلوينج بالميتابوليزم راح يصير عندنا مشاكل كثيرة بالدماغ، ويصير عندنا بالجلد وبالميتابوليزم مال الكوليسترول. والأطفال اللي عندهم أقل بالهرمون أو نشاط الغدة، سواء إذا كان ببطن أمهاتهم أجنة أو بعد الولادة، يصيرون قصار القامة، يسموهم كريتنز أو كريتينوس الحالة. They are dwarf، لاحظ أقزام، ويكونون mentally retarded. Worldwide congenital hypothyroidism is one of the most common cause of preventable mental retardation. هنا العالم يقول عندنا صار على مود نسيطر على التخلف عند الأطفال، يجب أن دائما نفحص الثايرويد اللي يكون عنده congenital، يعني بطن أمه تكوينيا يكون عنده نقص بالهرمون. طيب. The main cause، السبب الرئيسي لل الهايبوثايرويدزم انخفاض نشاط الغدة الدرقية، راح نشوفه بالجدول الموجود بالمحاضرة. راح نلاحظ من ضمن الموجودات هو الايودين بدم الام، ماتيرنال، كل شيء يعود للام شباب نقول عليه ماتيرنال، يعني هاي ام حامل بطفل يسموه ماتيرنال ايودين. وايضا هناك فارياس كونجنتال ابنورماليتيز، كونجنتال شباب يعني اكو امور تشوهات تصير والطفل داخل بطن امه، يعني مثلا متعرضه الام الحامل الى اشعه او ادويه او غيرها، فيصير تكويني مو وراثي بالجينات، لا تكويني اثناء التكوين. Various congenital abnormalities of the fetal hypothalamo pituitary thyroid axis، اما تكون التشوهات على مستوى الهايبوثالاماس، مستوى البيتيتري او مستوى الثايرويد. But also ايضا ايش عندنا؟ عندنا maternal anti-thyroid antibodies. تمام، ناخذ غير لون شويه، صارت كلها صفره، ولو الاصفر يبين افضل من غيره. طيب ماذا يحدث؟ يقول عندنا ما يسمى انتي بودي، اجسام مضاده ينشئها دم الام ضد من؟ ضد الثايرويد جلاند بالبيبي. يعني راح تعبر هذه، تعبر البلاسنتا هاي الانتي بودي، وتدخل الى دم الطفل، وتروح لمن؟ الى الثايرويد، فيتال ثايرويد. ايش حسبب؟ حسبب انه يعني بلوك المن لريسبتورات التي اس اتش، وبالتالي يقل عمل الغده. التي 4 كروسز ذا بلاسنتا، اذا انطينا يعني علاج ثايروكسين للطفل فنعطيه اكيد نشرب الام، فنعطيها تي 4، هذا التي 4 حيعبر البلاسنتا المشيمه ويروح للطفل ويعالج لي الحاله الموجوده. ما لم تكن الام شنو؟ اصلا هي هايبوثايرويد. اذا الام هايبوثايرويد المشكله بالغده الدرقيه مالتها، فاذا اعطينا التي 4 حيروح للام وما يروح للطفل، فيطلع عندنا مشكله بالاطفال ديفلوبمنت، ويطلع عندنا تخلف الى الولاده. بعد الولاده مباشره يجب ان نعطي هيك نوع من الاطفال ثايروكسين. If the treatment is started at birth، اذا بلشناها بالولاده،
بعد البروجنوزز اوف نورمال جروث از جود، يعني الطفل راح يلحق عليه مثل ما نقول. طيب والمينتال ريتارديشن، تخلف العقليه بالاطفال اكيد راح يمنع، افويدد. فور ذس ريزن، لهذا السبب العالم شو يسوون؟ يسوون سكرينينج تيست، يعني الام الحامل لازم تراجع العياده دوريا سكرينينج على مود يبحثون هل هي عندها مشكله كونجنتال هايبوثايرويدزم لو لا. When the mother is hypothyroid as well، إذا الأم أصلاً يعني الطفل عنده والأم عندها انخفاض بنشاط الغدة، in this in the case of iodine، كما في حالة الأيودين deficiency، the mental deficiency is more severe and less responsive to treatment. يعني الله يساعد الطفل إذا كانت أمه شنو أصلاً عندها انخفاض في الغدة الدرقية، هيج حال حيكون كلش قوي التخلف العدة ويكون صعب العلاج. It has been estimated that 20 مليون people، 20 مليون شخص حول العالم، who have various degree of brain damage، اللي عندهم مشاكل بالدماغ، قد تكون أسبابها نقص اليود وهو بطن أمه in the utero. Uptake of trace doses of radioactive iodine، هناك علاجات. إذا شلون يعالجون؟ أو العفو uptake of trace doses of radioactive iodine can be used to assess thyroid function. Contrast with this the use of larger doses to able to ablate thyroid tissue in the case of hyperthyroidism. يعني هنا نقول إذا أعطينا جرعة قليلة من اليود المشع ممكن نشوف نشاط الغدة زين لو مو زين. حتقول لي دكتور لعد مو نسمع أن اليود يستخدم إذا واحد عنده سرطان بالغدة الدرقية نشاط عالي ينطي يود؟ أقول لك نعم ينطي يود المشع، لكن وين؟ بلارجر دوزز مو سمول دوزز، هذا اللي تقول عنه النص. ثيرابيتيك هايلايتس كعلاجات نحكي، the treatment of hypothyroidism depend on the underlying mechanism، يعتمد الضرر شنو. أما إذا كانت نقص اليود ننطي يود، أما إذا كانت مشكلة بأنتيبودي فلازم نستخدم يعني اما اميون موديليتر او نستخدم الثايروكسين نفسه. ناتي الان الى السلايد اللي بعده، ارجو يكون الصوت واضح. دكتور اذا الام اصلا مستأصلة الغده كامله وتاخذ ثايروكسين بس مستقره طيله الحمل، هم ياثر؟ لا، اذا مستقره ما ياثر. ليش؟ لانه قال انتبه وياي هنا، ما ادري الماوس مبين تي 4 كروسز ذا بلاسنتا، يوصل البلاسنتا، والليس ما لم تكن الام عندها هايبوثايرويدزم راح يكون يطلع الطفل عنده تخلف واضح. هذه هي الاسباب اللي ممكن يصير بها. طبعا هنا أنا جايبين الهايبرثايرويدزم وليس الهايبوثايرويدزم، اسباب الهايبرثايرويدزم بالعكس ارتفاع الغده الدرقيه، ممكن ما يسمى جريفز ديزيز. جريفز ديزيز هذا اللي يهمنا هنا، واحد شباب اخاف ما موجود. الهايبرثايرويدزم العكس، هو صعود بمستوى التي 4، صعود بمستوى التي 4، التي 4 راح يكون عالي بسبب نشاط، زياده في نشاط الغده. الان السبب اما يكون تي اس اتش ريسبتر ستيميليشن، تي اس اتش ريسبتر ستيميليشن باي انتي بودي. شنو معناه؟ الجسم ممكن ينشئ انتي بوديز، اكو نوعين من الانتي بوديز، اما انتي بوديز اجينست او سوري بلوك تي اس اتش ريسبتر، وهذا يسمونه هاشيميتو ثايرويدايتس. اما تكون الانتي بودي شباب ضد البلوك ذا تي اس اتش ريسبتر مثل ما يسمى هاشيميتو ثايرويدايتس، وبهيج حال حصير عندي هايبوثايرويدزم. الشيء الاخر لا والله حيكون قد تكون ال ستيميوليت هاي الانتي بودي ستيميوليت تي اس اتش ريسبتر، وبالتالي حيعطيني زياده في نشاط الغده اللي راح يسمى جريفز ديزيز. واضح؟ فاللي يصير هنا الاوتو اميونيتي، مره تسوي لي انخفاض مره تسوي لي ارتفاع.
الارتفاع ماله يسمى جريفز ديزيز. يعني الجريفز ديزيز از ان اوتو اميون ديزيز. ايضا من اسباب الهايبر ثايرويدزم هو كانسر، سرطانات اللي نسميها ادينوما. زين، اما تكون يعني جزئي نقطي، او يكون لا والله من ضارب اللوب كله، مالتي نودولار. زين، ايضا الايرلي ستيج للهاشيميد والثايرويدايتس ممكن تسوي، لكن الليت ستيج ممكن تسوي لي الهايبو. تي اس اتش سكريتنج بيتشتري تيومر، الغده النخاميه تفرز كميات كبيره من التي اس اتش بسبب الورم اللي بيها. قد يكون هناك طفرات وراثيه، مشكله تسوي لنا مشكله بالريسبتر، يعني اقل دوز من التي اس اتش راح يعطيني كميه عاليه من التي 4، وهكذا. الشيء الاخر اللي ممكن يسوي زياده في نشاط الغده الدرقيه او يعطينا يعني علامات نشاط الغده الدرقيه، هو ان نعطي كميات عاليه من التي 3 او التي 4. نعطي كميات، ما مريض ياخذ ما ينضبط بعلاجه وياخذ كميات اكبر من اللي يحتاجها. او قد يكون هناك اورام بالجي اي تي بغير مكانات تنتج لي ما يسمى يعني اكتوبك ثايرويد تيشو، يعني سرطان يصير مثلا بالليفر يخليه ينتج ثايروكسين مثل ما حكينا بالمحاضرات. هاي اسباب الهايبر ثايرويدزم. ما هو تاثير او تاثيرات الثايروكسين؟ الثايروكسين او الثايرويد هرمون برودوس وايد سبريد افكتس بسبب او شنو اللي يسوي بالجسم، زياده استهلاك الاكسجين stimulation of oxygen consumption فنسمونه calorigenic effect، زي الجروث والديفلوبمنت. وشفت الاطفال لما عندهم قله بالثايرويد طلعوا دوارف قصار القامه. اذا زي الجروث والديفلوبمنت، ريجليت ليبيد ميتابوليزم، شفت لما قل الثايرويد ارتفع مستوى الكوليسترول، اذا يزيد الميتابوليزم او ريجليت ليبيد ميتابوليزم، وانكريز كاربوهيدريت ابزوربشن فروم ذا انتستين، وايضا increase dissociation of oxygen from hemoglobin by increasing RBC to 3 dBg. هذا اللي اخذناه بالفصل الاول. بيج حاله يعني انفصال الاكسجين من الار بي سي يكون اسرع من الحاله العاديه، لان الجسم يحتاج اكسجين. هاي تاثيرات الثايرويد هرمون. نجي الميكانيزم اوف اكشن. حقيقه اكو تفسير للميكانيزم، يقولون ليش مرات نشوف اكو تاثيرات بطيئه للتي 4 وقت تاثيرات سريعه للتي 4. السريعه قالوا او البطيئه، نبدا بالبطيئه. البطيئه اكيد الثايروكسين يحتاج ان يرتبط بالريسبتر، والريسبتر يروح للدي ان اي، وبالدي ان اي يسوي جين ترانسكريبشن، يطلع الام ار ان اي، يروح للريبوسوم، يطلع البروتينات موديفيكيشن باكج، وبعدين سكراين سكريشن. هذا اذا من خلال الجين ترانسكريبشن. التاثيرات الاخرى كلها نسميها نيوكليار يعني افكت او نيوكليار ميكانيزم. اكو تاثيرات اخرى تكون سريعه جدا مثل ما راح نشوفها بالهارت. ليش من ناخذ الحبايه منه يصير خفقان منه بالهارت؟ هذا له علاقه بمن بشغل على السايكليك ام بي، يعني ريسبتورات على الممبرين، ما له علاقه بالجين. سو ثايرويد ريسبتورز فاوند ان السيتوبلازم تي 3 بايند افيدلي، يعني بقوه بعشق، يعني يرتبط بالتي ثايرويد ريسبتر، لكن التي 4 از نوت افيدلي بايند، ما يرتبط، ولذلك يجب ان يتحول التي 4 للتي 3. الريفرس سوري الكومبلكس بين التي 3 والريسبتر ماله يرتبط بالدي ان اي، ما يسمى زينك فينجرينج، ويسوي لنا انكريز اكسبريشن اوف ديفرنت جين اللي كود فور بروتين ذات ريجليت سيل فانكشن. النيوكليار ثايرويد ريسبتورز هي ممبرن يعني من او ممبرز يعني هرمون سنسيتيف نيوكليار ترانسكريبشن فاكتور سوبر فاميلي. يعني هذا اللي حكيته بدايه المحاضرات، انه ترتبط الثايروكسين يرتبط بالريسبتور، وهذا الريسبتور حيروح على مكان بالدي ان اي ويبدا عمليه انساخ، يسمونه هرمون سنسيتيف نيوكليار ترانسكريبشن فاكتور. يعني الريسبتر نفسه هو ترانسكريبشن فاكتور، نحتاج لفاكتور اضافي. هذا جدا مهم ان نعرف ما هي تاثيرات الثايرويد هرمون. يعني لو مثلا هسه واحد من عندنا اخذ ثايروكسين حبوب مثل ما تصير كحاله مرضيه، ياخذ او يريد ياخذ مثلا ينقص وزن، هسه راح نشوف شنو اللي يسوي على الهارت. حيسوي له تاكيكارديا بسبب زياده النمبر مال بيتا ريسبتورز.
وهذا يسمونه الافكت كرونوتروبيك وايونوتروبيك. كرونو يعني هارت ريت، ايونوتروبيك يعني زياده بالفورس اوف كونتراكتيلتي مال هارت. طيب ماذا يحدث للاديبوز تشو؟ يبدي يصير تحلل، يعني يصير الشخص اللي ياخذه يبدي وزنه ينزل. ليبولايسيس على المصل ماذا يحدث؟ يبدي تحطم للبروتينات، بريك داون للبروتين، لانه هذا يكون كاتابوليزم. للبون يصير جروث والديفلوبمنت، للنيرف سيستم برين ديفلوبمنت. وشفنا الناس اللي اطفال اللي ما عندهم يعني هرمون يصير عندهم تخلف. بالنسبه للجي اي تي يزداد الابزوربشن مال الكربوهيدرات، اكيد نحتاج نمو نحتاج شوجر. بالنسبه للليبوبروتين اللايبوبروتينز، اللايبوبروتينز هي دهون بروتينات دهنيه اللي تحيط الدهون، تحيط الترايجليسرايد والكوليسترول. اكو هاي دنسيتي واكو لو دنسيتي لايبوبروتين. على العموم ماذا يعني الاوثيروكسين شو يسوي يعني ميتابوليزم مال الدهون؟ يزيد الميتابوليزم. ليش؟ لان يزيد ال دي ال ريسبتورز. تاثيرات اخرى يزيد الاكسجين كونسبشن بالانسجه اللي هي عندها هاي ميتابوليك ريت، ومثل ما عدا اكسبشنز ما عدا التستس والليتراس والليف نود والسكلين والانتيريور بيتري، هل ميتابوليزم مالتهم يعني ما له علاقه او بالثايروكسين او ما يزيد الثايروكسين هذا. ايضا هو انكريز ميتابوليك ريت. هذا هو تاثيرات اللي يسموها كالوريجيك. لهنا خلصت محاضرتنا طلاب.